تعتبر منطقة أكاسوسو في بلدة بوينس آرياس الأرجنتينية واحدة من أهم المناطق وأكثرها حيوية. تعتبر هذه المنطقة موطناً لعدد كبير من السياسيين والفنانين والرياضيين الأرجنتينيين، وبالتالي في تلك المنطقة يتواجد واحد من أكبر البنوك العالمية والذي يحوز على أموال كل هؤلاء المشاهير والسياسيين. كانت الساعة 22:20 في وضح النهار عندما دخل 4 رجال إلى بنك ريو أكاسوسو. كان الأول يرتدي بذلة رمادية وآخر يرتدي لباسا طبي واثنين يرتديان ملابس عادية. أخذ هؤلاء الرجال 4 كل العاملين في البنك والعملاء المتواجدين كرهائن لهم، وعندما كانوا في انتظار وصول الشرطة قسموا الرهائن إلى 3 أقسام وضعوا كل مجموعة منهم في طابق مختلف في طوابق البنك كي يستحيل على الشرطة ورجال القوات الخاصة اقتحام المكان من أي اتجاه خوفا على أرواح الرهائن. وهذا أعطى للشرطة تلميحا أن هذه العصابة قد خططت جيدا لكل خطوة تقوم بها. وبالفعل في وقت لاحق قال أحد الرهائن أن العصابة كان لديها معرفة شاملة بكل التحركات الحالية والمستقبلية لرجال الشرطة، كما لو أنهم كانوا رجال عمليات خاصة سابقين. وصلت الشرطة إلى البنك بعد حوالي 20 من اقتحامه وبدأوا في مفاوضات مع العصابة. الشخص الذي كان مسؤولا عن التفاوض مع الشرطة كان ذلك الرجل الذي يرتدي البذلة الرمادية، وقد كان أهدأ أعضاء العصابة. كان هادئا لدرجة أن الشرطة ظنت أنه متمرس وأنه يفعل هذا الأمر منذ وقت طويل. كان أول طلب للعصابة هو سحب قوات القناصة المتمركزة فوق سطح البنك، وإلا سيؤذون أحد الرهائن. وافقت الشرطة على هذا بشرط أن تفرج العصابة عن بعض الرهائن، وبالفعل أخرجت لهم العصابة 2 من الرهائن وتبقى حينها 21 رهينة. أول سرقة حدثت داخل البنك كانت عندما قادت العصابة رئيس البنك ليفتح لهم الخزانة الرئيسية للمال، لأنها كانت تعمل بنظام آلي يغلق الخزنة في تمام الساعة 2:00 ويستحيل على أي شخص فتحها حتى موظفي البنك أنفسهم. سرقوا حينها مبلغ 600,000 بيزو أرجنتيني، أي ما يصل في ذلك الوقت إلى 316,000 دولار أمريكي في عام 2006. دخل رجال العصابة بعد ذلك إلى خزنة الودائع الخاصة بالعملاء، حطموا كل كاميرات المراقبة وفتحوا ما وصل إلى 145 خزانة شخصية لعملاء البنك، وسرقوا منها مدخرات وأشياء ثمينة وصلت قيمتها إلى 25 مليون دولار أمريكي. أثناء سرقة تلك الأشياء كانت المفاوضات بين الشرطة والرجل ذو البدلة الرمادية دائرة، وكان هناك بعض الرهائن الذين تم تحريرهم، ولم تكن الشرطة على دراية بما يحدث داخل البنك على الإطلاق. بعد ذلك بلحظات طلب أفراد العصابة من الشرطة إحضار بيتزا لهم ولكل الرهائن، وأيضا طلبوا منهم إحضار كعكة حيث احتفلوا بعيد ميلاد أحد الرهائن داخل البنك. في بروتوكول الشرطة عندما يطلب المجرمون الطعام في مثل تلك الظروف فهذا يعني أنهم يشعرون بالضعف وأنهم سيتم القبض عليهم، فجعل هذا رجال الشرطة يتحضرون لانتهاء هذه الأزمة وشعروا بالثقة. ولكن ما حدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان. في تمام الساعة 24:00 انقطع الاتصال مع أفراد العصابة ولم يستطع رجال الشرطة الوصول إليهم. في تلك اللحظة تواصلت الشرطة مع أحد الرهائن على هاتفه الخاص حيث استطاع الاحتفاظ بهاتفه قبل أن تأخذه منه العصابة. أكد لهم هذا الشخص أنه لا يوجد أثر حاليا لأي من أفراد العصابة. ظنت الشرطة حينها أن المجرمين إما أنهم مختبئين داخل البنك في مكان ما، لأنه من المستحيل عليهم الهروب من البنك في ظل وجود كل رجال الشرطة هؤلاء، أو أن أفراد العصابة متخفيين وسط الرهائن ليخدعوا الشرطة. بعد مرور 3 ساعات على انقطاع الاتصال مع أفراد العصابة
اقتحمت الشرطة البنك وأنقذت كل الرهائن، ولكن لم تعثر على أي أثر للمجرمين، كما لو أنهم تبخروا. عثرت الشرطة على الأسلحة التي تم استخدامها في الاقتحام، وتبين أنها غير حقيقية بل مجرد لعبة، وعثروا على رسالة مضحكة تركها لهم أفراد العصابة على الحائط، كما لو أنهم يسخرون منهم. وبهذا خدعت تلك العصابة ما يزيد عن 200 فرد من رجال الشرطة وهربوا منهم. ولكن كيف حدث ذلك؟ استغرقت الشرطة عدة ساعات لاكتشاف أن أحد المكاتب في البنك كان يوجد به نفق مجوف يصل إلى خط صرف الأمتار الذي يسير تحت البنك، وما اكتشفوا أيضا أن تلك الأنفاق موصلة بشكل واسعة من أنفاق أكثر تسير تحت المدينة بالكامل. كانت خطط السرقة مثالية للغاية، فكيف فعلت العصابة كل هذا؟ في الحقيقة بدأت الترتيبات لعملية السرقة هذه قبل عامين من الاقتحام، أي في عام 2004، حيث بدأ أفراد العصابة في تجميع بعضهم البعض تمهيدا للعملية، حيث كان لهم منهم دور محدد، وكان كل المشاركين في العملية تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عاما، وكان عدد أفراد العصابة أكثر بكثير من هؤلاء الأربعة الذين اقتحموا البنك. وعلى مدار عامين كان أفراد العصابة يتقابلون يوميا لدراسة استراتيجية العملية وكيفية الدخول والخروج من المكان. بعد مرور عام على بدء الخطة، انضم للعصابة شخص يدعى لويس ماريو، وهو من أصل أوروغواني، وانضم للعصابة حتى يكون المفاوض الرئيسي مع الشرطة. كان هو الرجل ذو البذلة الرمادية داخل البنك، وكان مقنعا لدرجة أنه أبهر رجال الشرطة أثناء التفاوض معه. كان الجزء الأهم في خطة العصابة هو كيفية الهروب من البنك بعد السرقة، وكان من المهم لهم أيضا أن تكون عملية السرقة سليمة بشكل تام وألا يؤذوا أحدا من الرهائن، ولهذا استعملوا أسلحة مزيفة. استغرقت العصابة 4 أشهر في حفر النفق الذي يصل بين شبكة صرف الأمتار وبين البنك، واستغرقوا 3 أيام أخرى في فتح تجويف في الحائط في أحد مكاتب البنك. وضعت العصابة كذلك متفجرات مزيفة في النفق الذي قاموا بحفره لمنع الشرطة من تتبعهم بعد اكتشاف النفق وتأخيرهم إلى أقصى درجة ممكنة. في نهاية النفق كان هناك طوافتين بانتظار رجال العصابة كي يضعوا بها المسروقات ويهربوا. وعلى بعد شارع واحد من مكان البنك جهزت العصابة شاحنة فولكس فاغن فوق مخرج لشبكة الصرف مباشرة، بحيث تخرج العصابة من الأنفاق إلى داخل العرابة بشكل سلس وممتاز. لم يكن لدى الشرطة أي دليل يوصلهم إلى السارقين، وتم إذاعة الأمر في كل وسائل الإعلام الأرجنتينية التي وصفت العصابة بأنها نفذت خطة عبقرية وجعلت رجال الشرطة يظهرون بمظهر الأغبياء. ولكن ما حدث تاليا كان مفاجأة للجميع. كان العقل المدبر لتلك العملية هو رجل يبلغ من العمر 44 عاما يدعى فرناندو أوراخو، وهو رجل عادي ليس لديه سجل إجرامي، ولم يتوقع أحد أن تخرج خطة بتلك العبقرية منه. الرجل الثاني في العملية كان يدعى روبن ألبرتو، وقد أقنعه أراخو أنهم سيقومون بتلك العملية من أجل الإضرار بالنظام الرأسمالي للأرجنتين وليس لأذية أي شخص. العضو الثالث في العصابة كان المفاوض الشهير لويس ماريو، وهو الشخص الوحيد الذي شارك في صناعة الفيلم الخاص بتلك العملية والذي أنتجته شركة نتفليكس بعنوان سرقة القرن. وكان هناك عضوان آخران في العصابة وهما سباستيان غارسيا وجوليان زايو. إذن كيف تم القبض على تلك العصابة؟ في الحقيقة إنه الجزء الأكثر جنونا في تلك القصة. بالطبع كان يجب أن يحدث هذا بسبب امرأة واحدة. كان أفراد العصابة يستمتعون بالأموال التي سرقوها في ظل جهل الشرطة بأمرهم. ارتكب أحد أفراد العصابة خطأ فادحا. كان روبن ألبرتو رجلا متزوجا، وقد روى لزوجته كل ما حدث. في البداية كانت الزوجة سعيدة بكل تلك الأموال التي سرقها زوجها
ولم تبالي بكون الأموال مسروقة. ولكن بعد مرور عامين على السرقة، قرر روبن الزواج بفتاة أصغر في السن، وكان ينوي الانتقال للعيش معها في باراغواي. لم تحتمل الزوجة هذا الأمر، وتوجهت إلى الشرطة واعترفت لهم بكل شيء، وبتلك البساطة تم القبض على أفراد العصابة. بعد 4 أعوام من السرقة، بدأت محاكمة الأشخاص الذين قاموا بسرقة القرن. رفض 5 الذين تم القبض عليهم الاعتراف على بقية أفراد العصابة، وقالوا إنهم نفذوا الأمر وحدهم. في الحقيقة، لم يحصل السارقين على عقوبات ضخمة كما يتخيل البعض، فقد تراوحت الأحكام بين 3 و9 سنوات كونهم استخدموا أسلحة مزيفة ولم يؤذوا أي شخص أثناء عملية الاقتحام والسرقة. تم تخفيض العقوبات بعدها لتصبح 1.5 عام فقط. خرج أفراد العصابة بعدها ليستمتعوا بالأموال التي سرقوها حتى اليوم.